المسألة الثالثة: تضم مكتبة النهرين، وهي شركة تضامن، الشريك لميس المديرة والشريك مصطفى فيما يلي البيانات المتعلقة بالعمليات المالية مع الشركة أو بين الشركين خلال شهر نيسان 2020، علما أن الشركة تشتري وتبيع سلعا كلها غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة. غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة. 5/4 سحب نقدي من صندوق الشركة مبلغ 3 مليون لشراء تذكرة للشريكة لميس إلى مصر سفرا بقصد النزهة، لكن تجعل مدينة لميس بهذا المبلغ من حساب جاري الشريكة لميس إلى حساب الصندوق سحب نقدي للشريكة لميس من صندوق الشركة. 7/4 شراء كتب وقصص بضاعة، لأنه هي الشركة مكتبة، وبالتالي الكتب اللي شارينهم هو بالنسبة لمكتبة شراء كتب وقصص من أجل إعادة البيع، هاي بضاعة. بيعمل 2 مليون نقدا دفعته الشركة لميس ولم تستخدم صندوق الشركة لهذا الغرض، يعني هي دفعتهم من مالها الخاص، لكن هي دينت الشركة 8 مليون. إذا من حساب مشتريات البضاعة 8 مليون إلى حساب جاري الشركة لميس 8 مليون. أهدت الشركة لميس قصصا وروايات من المكتبة لبعض زميلاتها بأسعار البيع 250 ألف، وأوعزت المديرة أن تسجل هذه البنود بخصم 20% على أسعار البيع. يعني هون هي سحبت، هون سحبت لميس بضاعة، هلا سحبتهم مشان تهديهم. شو بدها تعمل؟ هي اللي عم تهدي، مش المكتبة اللي عم تهدي، هي أهدتهم. وبالتالي بدنا نعتبر انه هول سحبتهم المديرة لها، هذه مسحوبات سلعية من الشركة، قالت لهم سجلون علي بخصم 20%. خصم 20% على 250 ألف يعني 50 ألف، يعني سجلون علي بال200 ألف، هن بينباعوا ب 250، تسجل عليها ب 200 من حساب جاري الشركة لميس إلى حساب مبيعات البضاعة. هذا هون لميس عم تسحب لها مشان تهدي، فتسجلوا عليها مش بالتكلفة، تسجل عليها بسعر البيع من شان انه 20%، تسجل عليها ب 80% من اسعار البيع. هيك هي قالت. 20/4 تبرعت الشركة لميس نقدا بمبلغ مليون، واوعزت بتسجيل المبلغ باعتباره تبرع من الشركة. هي اللي تبرعت، قالت لهم سجلوا انه الشركة تبرعت، يعني انه انا دينت الشركة لتتبرع، لكن من حساب هبات الى حساب جاري الشركة لميس. تبرع باسم الشركة دفعته الشركة لميس. 23/4 تسليف مبلغه 45 مليون سبق أن قدمه الشريك مصطفى للشركة منذ 3 أشهر بفائدة معدلها 10%، من 3 أشهر بفائدة معدلها 10%، سددت الشركة لميس من مالها الشخصي مبلغ التسليف والفوائد. لكن الشريك مصطفى كان مدين الشركة، لما إجا ليسترجع مبلغه اللي دفعت له إياهن إن الشركة لميس. خلينا نشوف أول شيء قد ايه الفايدة. الفايدة على مبلغ 45 مليون بمعدل 10% بيطلعوا 4 مليون و500 ألف. 4 مليون و500 ألف ضرب 3 على 12 بيطلعوا 1,125,000، لأنه ربع على 4 مليون و500. لكن الفوائد يساوي 45 مليون ضرب
ضرب 10 على 100 ضرب 3 على 12 يساوي 1,125,000. لكن من حساب فوائد مدفوعة للشريك المدير مصطفى، مش للمدير، للشريك مصطفى ديما المدينة، إلى حساب جاري الشريك مصطفى 1,125,000. هيك بيكون صار بده 46,125,000 اللي دفعتهم هي الشركة لميس مش الشركة. لكن من حساب جاري الشريك مصطفى إلى حساب جاري الشركة لميس، تسديد الشريكة لميس لسلفة الشريك مصطفى وفوائدها. استحقاق الراتب الشهري البالغ 6,000,000 للشريكة المديرة. تسجل المحاسبة راتب الشريكة المديرة آخر كل شهر، ولا تنتظر ما تفعله لميس من سحبه أو عدم سحبه. تسجل راتبه، لا سحبته او ما سحبته هداك من هونيك ورايح، بس تسحبه قلنا حديث تاني. نحن اخر الشهر، كل اخر شهر بنقول من حساب راتب الشريك لميس ديما مدينة الى حساب جاري الشريك لميس بنحط لها راتبها. هلا هي سحبت، قالت لهم بعتوا لي 50,000,000، فبعتوا لها 50,000,000 اللي هو يمكن هي الى 50,000,000، لانه هون كان هي مدين الشركة 41,125,000، وهون مدين الشركة 1,000,000، وهون مدين الشركة 8، فسحبت 50,000,000 من حساب جاري الشريكة لميس إلى حساب الصندوق 50,000,000. المسألة الرابعة، تبيع شركة التضامن جمول إخوان أصنافا زراعية غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة. تدير الشركة وئام، وتحصل على راتب سنوي 99,250,000 يدفع لها على أساس شهري بالتناسب مع عدد أيام العمل. عدد الأيام العمل في سنة 2020 يبلغ 248 يوما. في ميال العمليات المالية بين الشركة والشريك خلال شهر حزيران 2020، سحبت وئام راتب شهر أيار السابق تسجيل استحقاقه في 31 أيار، كان عدد أيام العمل في شهر أيار 18 يوماً. بآخر أيار سجلوا لي من حساب راتب الشركة وئام ذمم مدينة إلى حساب جاري الشركة وئام. هلأ سحبته، بس قد إيه مبلغه؟ نحن حنيجي نقول الآتي. الراتب اليومي، إذا عدد أيام سنة 2020 248 يوما، يعني الراتب اليومي يساوي الراتب السنوي على 248، يعني الراتب اليومي يساوي 400,000. عدد أيام العمل بها شهر أيار عم يقول 18 يوم، يعني رواتب أيار 400,000 ضرب 18، رواتب أيار يساوي 7,200,000. راتب حزيران عم بيقول 22 يوم، هذا مثل ما جاي، يعني رواتب حزيران 8,800,000. هذا بالنسبة ل
سحب على الراتب اللي هو سبق وتسجل له بالحساب الجاري. هو قال لي انه سبق تسجيله، تسجيل شو؟ استحقاقه، يعني سبق وانعمل قيد امبارح ب 31 ايار من حساب راتب الشركة وئام في مدينة إلى حساب جاري الشركة وئام. هلا عم تاخده، هلا عم بيقول شراء زيوت بمبلغ 9 مليون دفعته الشركة وئام، لكن من حساب مشتريات البضاعة إلى حساب، هذه سلعة غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة إذا كانت بحالتها الخام. عم بيقول أصنافا زراعية غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة. طيب لكن من حساب مشتريات البضاعة إلى حساب جاري الشركة وئام 9 مليون. أهدت وئام لأشقائها مما تبيعه الشركة أصنافا تبلغ تكلفتها 450 ألف، وأوعزت بأن تسجل عليها كمسحوبات على أساس ربح 10% من أسعار البيع. لما يكون 10% من أسعار البيع، يعني هيدا ال 450 ألف تنقسم على 90% مثل ما اتفقنا، يعني بدأت تسجلوا ب 500 ألف، يعني بدون عملوا القيد التالي. من حساب جاري الشركة وئام إلى حساب مبيعات البضاعة 500 ألف. إذا كانت في ربح 10% من سعر البيع، يعني بدي أقسم هذه التكلفة على الباقي من 100، يعني على 90%. أمرت وئام صندوق الشركة بدفع مبلغ 1,500,000 كتبرع لأسرة نال منها الوباء، على أن يسجل المبلغ المدفوع باعتباره تبرعا شخصيا منها لا من الشركة. هون بخلاف كل اللي مرقوا، هون قالت للشركة تتبرع، وقالت لهم سجلون على أساس أنا اللي تبرعت، يعني سجلون علي، ما تسجلون كتبرع تبرعت فيه الشركة، يعني هيك. من حساب جاري الشركة وئام إلى حساب الصندوق. استحقاق الراتب الشهري للشركة وئام، علما أن عدد أيام عمل شهر حزيران 22 يوم. نحن ديجا قايلين هون أنه راتب شهر حزيران (22 ضرب 800) فبدي سجل اياهم، سجل استحقاق من حساب راتب الشركة وئام ذي المدينة إلى حساب جاري الشركة وئام. في تاريخه دفعت وئام للشريك فاروق فوائد 6 أشهر عن سلفة 60 مليون قدمها للشركة. دفعت له، عم بيقول دفعت له فوائد، ما عم بيقول دفعت له كل المبلغ زائد الفوائد، عم بيقول دفعت له الفوائد بس. فسجلنا أول شيء هذه الفوائد، سجلناها ل 60 مليون، 60 مليون ضرب، هون بيقول معدل الفائدة نصف السنوي، مش السنوي، معدل الفائدة نصف السنوي، يعني 60 مليون ضرب 5% بس، فوائد 6 أشهر ومعدل الفائدة نصف السنوي، يعني الفائدة يساوي
60 مليون ضرب 5% بس، مش ضرب 6 على 12 لأنه هذا مش معدل سنوي، إذا يساوي 3 مليون. إذا من حساب فوائد مدفوعة للشريك فاروق دمام مدينة إلى حساب جاري الشريك فاروق، وبعدين دفعت له إياهم وئام من حساب جاري الشريك فاروق إلى حساب جاري الشريك وئام. هلا إعداد الحساب الجاري للشريك وئام بطريقة الرصيد المستمر. فجيت أنا قلت رصيد كان دائم ب 7 مليون و200 ألف، ب 4 مليون و500 ألف، انعمل مدين ب 7 مليون و200، يعني صار مدين بمليونين و700، صار مدين كان دائم ب 4 مليون و500 ألف، انعمل مدين هون ب 7 مليون و200، يعني صار مدين بمليونين و700. رجع انعمل دائم ب 9 مليون و300، ب 9 مليون، يعني رجع انقلب دائن، لأنه 9 مليون دائن ناقص مليون و700 مدين بصير دائن 6 مليون و300 ألف. انعمل رجع مدين ب 500، يعني ناقص الرصيد الدائن صار 6 مليون و300 ألف ناقص 500 ألف يساوي 5 مليون و800 ألف. رجع انعمل مدين وراها بمليون و500، هدول ال 500 اللي انعملوا مدين هون هن عبارة عن لما سحبت بضاعة، ومليون و500 اللي انعمل مدين لما قالت للشركة تتبرع وقالت تسجل التبرع انه انا تبرعت. لكن صار مدين ب 3 مليون و300 الف، رجع انعمل دائن ب 8 مليون و800 الف، هدول نظير انه دفعت ال لما تسجل لها استحقاق الراتب ب 8 مليون و800 الف، انعمل الدائن فصار رصيده دائن ب 12 مليون و100 الف، ورجع انعمل دائن ب 3 مليون لما دفعت له الفوائد للشريك فاروق، فارتفع رصيد الدائن الى 15 مليون و100 الف. لكن من هون هول اشياء هي ديجا موجوده، عم بيقول لي انه انا اعطيك هذا الرصيد، انا مخبرك انه آخر سطر من الشهر الماضي، هيدا آخر سطر من الشهر الماضي، إنه ب 31 أيار لما سجل استحقاق الراتب صارت دائن ب 4 مليون و500 ألف. أنت كفي من هون ورايح، كفي على أساس إنه كان الرصيد دائن ب 4 مليون و500 ألف، ونزال كفي من تحته رصيد دائن 4 مليون و500 ألف وراه في 7 مليون و200 مدين، يعني بده ينقلب الرصيد من دائن الى مدين لانه المدين اكبر من الدائن اللي قاعد هون، مليونين و700 الف، في وراها دائن ب 9 مليون، يعني حيرجع ينقلب دائن مره ثانيه لانه الدائن اكبر من المدين، 9 مليون ناقص مليون و700 6 مليون و300 الف، بعدين بقى حيكفي دائن للاخر، لانه 6 مليون و300 الف ناقص 500 الف حيبقى دائن بس حيصير 5 مليون و800 ناقص مليون و500 ألف حيبقى دائن بس حيصير 3 مليون و300 ألف، وبعدين حيرجع يتغذى بعمليتين دائن ورا بعض، يعني حيكبر من 3 مليون و300 ألف زائد 8 مليون و800 ليصير 12 مليون و100، حيرجع يتزاد عليهم 3 ليصير 15 مليون و100. هاي المسألة الرابعة.